والله التحول هو طبعا سلمنا جزء من مشاريعنا، فهاي نسبة الأرباح، هي أرباح كلها تشغيلية، يعني هذا كان الأكبر إفكت على الميزانية السنة، و يعني كنا متأملين أكثر، بس إن شاء الله كل ما نسلم مشاريعنا الأخرى نسجل أرباح إن شاء الله. المشروعات اللي تم تسليمها في أي دول؟ مشروعات تم تسليمها في دبي وفي تايلاند وبساوث أفريقيا، والسنة إن شاء الله عندنا تسليم بلبنان وأيضا في دبي للسنة المالية القادمة هذه. وهل في مشروعات جديدة تنوون الدخول إليها أم الآن مرحلة تراوي بالنسبة للي بيحصل في العالم؟ تركيزنا تسليم مشاريعنا القائمة، دخلنا في مشروعين جداد بتايلاند عن طريق شركتنا التابعة هناك اللي هي ريمن لاند، وسوق ايجا يعني اوفرول ما شاء الله يعني ماشي احسن من الاسواق الثانيه. يعني وأيضا كان ليك من هناك في افتتاح فندق في نيويورك هذا العام. الحمد لله فتحنا يوتل نيويورك بقرب تايم سكوير 669 غرفه، والحمد لله يعني نتامل من ارباح زينه، وعندنا كذا كذا شريك معنا بالمشروع. بالنسبة لشركة إيفا للفنادق والمنتجعات والشركات المشابهة اللي تعمل في هذا المجال بالتحديد، يعني كيف تخططون للعمل خلال المرحلة القادمة، خاصة أن أوضاع العالم كلها ليست على ما يرام، ولا يوجد منطقة في منأى مما يحدث، يعني حتى في منطقة الشرق الأوسط، حتى في أوروبا، حتى في الولايات المتحدة، يعني يمكن تايلاند وشرق آسيا ربما هناك يعني في حالتهم أحسن، ولكن كيف تخططون للعمل في هذه البيئة؟ النجوى الحين احنا حذرين بطريقة الاستثمار، يعني تركيزنا اولا ان نسلم مشاريعنا، المشاريع اللي بايعينها نسلمها لعملائنا. رقم اثنين ان نحاول نخلي الفنادق او الجزء التشغيلي يكون جزء مربح وليس في خسارة، لان الاولوية حاليا يعني ان الواحد يركز على تضبيط الشركة وتركيز في تقليل اللايبلتي، التزاماتنا إذا هي التزاماتنا حق عملائنا ولا التزاماتنا للبنوك، فهذا تركيزنا الحالي. وفي أسواق اللي الحين ما زالت مثل ما قلت لي، تايلاند بالسنتين اللي طافت كانت أفضل وما زالت أفضل سوق لنا، مع أن هم الوضع السياسي هناك ما كان ممتاز، كان في مشاكل، ولكن الوضع العام في تايلاند ما زال يعني ممتاز مقارنة بالأسواق الثانية، وخذينا تحفظاتنا بالأسواق اللي شفنا فيها ركود مثل جنوب أفريقيا، قاعد نشوف شوي في حركة رجعت في دبي، فأنت أمل أن هذه شوي يعني ترد، لأن دبي تشكل جزء هم من نسبة كبيرة من أصولنا تقريبا 30-35%. فقعدنا ننجز مشاريعنا، الفيرمونت إن شاء الله على النخلة يخلص أول السنة القادمة إن شاء الله، بنسلم ظهور العبادية المرحلة الأولى هالشهر هذا، بنسلم إن شاء الله برج لاجونا في دبي آخر السنة بإذن الله. فيعني قاعد ناخذ حذر في الاستثمارات وحتى في طريقة الإدارة. حضرتك ذكرت جنوب أفريقيا إنه في ركود، إيه الأماكن الأخرى اللي شاهدتم فيها ركود في قطاع السياحة خلال هذا العام؟ والله. احنا السنة شفنا ركود في لبنان، عندنا حصة بالفور سيزن، شفنا ركود في جنوب أفريقيا وركود في أوروبا، في البرتغال بالبرتغال، فنادقنا في إنجلترا اللي هو يوتل الحمد لله لا السنة كانت زينة، نيويورك من أول شهر أوبريشن الحمد لله يعني نتائجه ممتازة، ففي ركود بالأسواق هذه. طبعا في الأسواق الأخرى ما عندنا يعني، بس نقرأ الدراسات ونشوف في ركود عموما، يعني الوضع العام يعني مثل ما احنا شايفين الوضع متغير ومتغير في سرعة، فالواحد قاعد يركز على شغله ويركز على ان ما ياخذ مخاطر بهالوقت. احنا دايما لما بنلتقي معاك دايما نسألك عن حال الوضع الداخلي في الكويت في ظل المستجدات وفي ظل الأوضاع في السوق وفي ظل طبعا مصير خطة التنمية اللي ما زلنا لحد الآن يعني لا نستطيع تحديده،
في رأيك يعني ما هو الحل؟ ونسمع الآن أن هناك في لجان تشكل من أجل مناقشة الأوضاع وكيفية التعامل مع المستجدات بالنسبة لأسعار النفط وبالنسبة أيضا لتذليل العقبات أمام خطة التنمية. أنت في رأيك كيف ترى الصورة هنا في الداخل، وإيه الحل للوضع الداخلي؟ والله الوضع الداخلي ناقص غرارات وضوح الرؤية للأسف. يعني دولة الكويت دولة غنية، اقتصادنا صغير، ويفترض أن تكون عندنا رؤية أفضل اقتصاديا. الحكومة تشكل جزء كبير من اقتصاد الدولة. أتوقع القطاع الخاص يفترض أنه يلعب دور أكبر، لأن الطاقة البشرية موجودة، الفكر موجود. ينقصنا الدعم الحكومي لأخذ القطاع الخاص لمرحلة ثانية بالمستقبل. في خلل بالسوق. يعني عندنا هيئة سوق المال جديدة، وصراعات بين إدارة البورصة وهيئة سوق المال. للأسف هذه أثرت على سوقنا، سوق الأوراق المالية. في مشاريع عم تنطرح، في مشاريع عم تنطرح. يعني خطة التنمية شغالة، نسبة الإنجازات ما ندري عنها، بس في مشاريع. فالمقاولين يعني قطاع المقاولات والسيرفيسز يعني لا بأس فيه، يعني مسوي زين. بس إذا طالع احنا العقار، الأسهم، الدولة عموما، هل في اتضاح على الرؤية؟ هل في خطة وين رايحين احنا؟ للأسف ما هي موجودة. في رأيك إيه نوع الدعم اللي ممكن الحكومة توفره للقطاع الخاص في هذه المرحلة؟ دعم تشغيلي، يعني هذا الطاقة البشرية اللي موجودة من الشباب الكويتيين ومن الشركات الكويتية، يفترض أن الحكومة أولى في تستخدمهم لوضع الخطة الاقتصادية مالت البلد، واستغلال إذا كانت شركات الاستثمار، أو إذا كانت البنوك، أو إذا كانت شركات التطوير العقاري. فيفترض أن نستخدم هالشركات هذه لوضع الإنجاز، أو لمساعدة الحكومة لإنجاز الخطة مالتها. بس أنا أتوقع للأسف إحنا اليوم ما عندنا خطة واضحة. يعني في كلام وفي دراسات، ولكن اتخاذ القرار واتخاذ الرؤية غير واضحة بالنسبة لنا.